هاي الفينغ شوي هو الطريقة البسيطة والتقليدية للحياة، بيعتمد على دراسة الأشياء المحيطة فينا وكيفية الاستفادة منها وكسب الحياة المتواجدة فيها، لأنه عندها تأثير مباشر على أجسامنا، نفسيتنا وعقولنا. من النصائح الخاصة بهالفلسفة، عدم فتح النوافذ بالليل لأنها بتساهم بإدخال الطاقة السلبية، ومن الأفضل فتحها بوقت شروق الشمس لسحب الطاقة الإيجابية لداخل البيت. تعطير البيت ببخور خشب الصندل، عدم تخزين الأغراض تحت التخت أو فوق الخزانة وإنما ترتيبها داخل أدراج مغلقة، شرب الأعشاب المهدئة مثل الببونج والنعنع واليانسون قبل النوم، تجنب وضع كتير من المرايا، وبحال وجودها من الأفضل تكون عند المداخل. مين قال إنه هالفلسفة بتوصي بعدم الجلوس بمكان كان بعبة من الناس دغري تما تنتقل الطاقة السلبية على الشخص؟ أنا قال. شوفكم بكره.